على مدى السنوات العشر الماضية ضعفت السلطات القطرية من حملة الاعتداء الممنهج ضد بحارة البحرين واستهدفتهم في أرواحهم وأرزاقهم، حيث أقدمت الدوريات القطرية على انتهاك حقوق البحارة باستخدام القوة ومن ثم اعتقالهم وجرهم إلى السجون. ترهيب وتخويف وتعمد في استخدام القوة، هذا ما تقوم به الدوريات القطرية ضد بحارة البحرين في حملة ممنهجة استمرت لسنوات عديدة، وهو ما خلف أضرارا مادية جسيمة بحق هؤلاء البحارة الذين يسعون خلف رزقهم، وهذا ما تؤكده الكثير من القصص. تقريبا الساعة 7:30 ولا أسمع صوت طراد من بعيد جاي، فأنا قلت يعني هذا الطراد، شكيت يعني قلت يمكن هاي طراد مال خفر السواحل مال قطر. عقب قلت باشيل السن، يعني شفته كل ما جالي يتقرب قلت أنا هذا 100% أنهم مال خفر السواحل مال قطر، فقمت باشيل السن. قبل لا أشيل السن ولا هو يصوت علي لا تتحرك، أنا تحركت هاي وبعدين ضرب لي الماكينة، لعمله فكر أني أنا بشرد يعني، ضربوا الماكينة بعد صادها تلفيات يعني، والطراد بعد الرقعة بعد شوي مالت الطراد اهتزت وصار فيها تلفيات. المهم قال لي اصبر، رفع ايادك فوق، رفعت ايادي فوق، اشخاص اللي وياي اخذهم في الطراد وانا خلاني مأثر. جودوا يبحرون نبحر ويودوني رفعوا علينا سلاح، ما يتفاهمون يطلقوا علينا سلاح يضربك افكري يقطك في الطراد. معاملة لا إنسانية تعرض لها بحارة البحرين من قبل عناصر الدوريات القطرية، تصرفات تؤكد تجاوز النظام القطري لاعتبارات ومبادئ حقوق الإنسان وحسن الجوار، ويعكس لغة العنف التي يمتهنها هذا النظام. وأثناء ما احنا كنا نحدق في البحر جت لنا دورية خفر السواحل وطاردتنا ودعمونا بالطراد، وصارت عندي تلفيات واجد في الطراد، وعندي واحد بعد طاح في الطراد وتعورت ايده، واهانونا اهانه مو طبيعيه يعني، انه اخذه حطوه في صدر الطراد وضربوه افكري وقاموا ورفعوا علينا السلاح. ودونا التوقيف، توقيف ماساه، يعني محل هالقد بالضبط، وفي باب حديد وفلتونك هناك لين يجي دورك تروح الكونتر تسوي تعهد. وظلينا متعذبين، وتالي طلعونا وتالي ردوا ورجعونا وقالوا لنا توقيف، وقفونا في عنبر على قولتهم عنبر رقم 4. كل شيء وسخ، كل شيء حاله، وعشنا في مأساة. الانتهاكات والتدخلات القطرية الخطيرة في شأن البحرين ليست سياسة جديدة على النظام، بل هي مستمرة منذ عقود. وما هذه الممارسات الخطيرة في بحر الخليج من قبل قطر إلا تهديد واضح لأمن واستقرار المنطقة، وهو ما يعد مخالفا للوضع القائم منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.